ابو هشام ما مرقش غير هو 40 سنة، وانا معايا 10 سنين اهو اروق فيهم. بس ابو هشام كان معاه فلوس، انا معيش. بيل جيتس اللي مولع الدنيا ده كان معاه ملحق في اولى ثانوي، بس ما استسلمش عشان كان عايز يبقى بيل. انا راس مالي ايه؟ وسامة ولا ايه؟ القوة؟ مش دي. بعمل صبور واستحمل. الذكاء. الذكاء. لا مش ذكاء برضه. أنا عايز إيه؟ أنا عايز 20,000. 20,000 جنيه. أتجوز؟ بس كان زمانها بتشخر جنبي دلوقتي. انا غلطت غلطة عمري فوق عاداتي، كنت شديت حيلي. انا ما عشان ابقى فايق الساعة دي. بس اللي عنده حلم ما بينامش او ما يأكل. انا لسه واكل من ساعة، لسه واكل من ساعة، ما بشبعش. انا نهار ازرق، فاضل ساعتين على الشغل.